ديال مؤسسة محمد السادس، هنيئا لنا لنساء ورجال التعليم اللي الحمد لله غادي يتمتعوا في هذا المنتجع. مرة أخرى نتواجد هنا بأكادير لتدشين المنتجع. هذه أقل ما يمكننا نديرو لنساء ورجال التعليم على الجدية ديالهم والمسؤولية. الحمد لله بفضل مؤسسة محمد السادس اليوم نستطيع منح واحد العدد ديال الخدمات الاجتماعية وأيضا ترفيهية للعائلات وأسرة نساء ورجال التعليم. هذا المشروع كيجي في إطار واحد المشروع وطني ديال عشري لتطوير الخدمة الاجتماعية من طرف مؤسسة محمد السادس 2018-2028 غلاف مالي ديال 20 مليار ديال الدرهم، وهذا من نماذج ديال هذه الخدمات المقدمة من طرف هذه المؤسسة. صاحب جلالة نصره الله يولي عناية خاصة لنساء ورجال التعليم، وهذه واحد الآلية لارتقاء بهذه النساء ورجال التعليم. كاين واحد العدد الخدمات المقدمة لا في الجانب الصحي لا الجانب ديال الولوج للسكن وايضا التربيه والتكوين والتميز، واحد العدد ديال البرامج بما فيها ايضا تطوير عدد المنح ديال المتميزين ابناء نساء ورجال التعليم. اليوم الحمد لله وصلنا لواحد 3000 منحه، كل حاصل على البكالوريا بميزه حسن جدا كي يستفد من هذه المنحه. ايضا واحد العدد ديال البرامج بالنسبه للتكوين التعليم الاولي، اليوم مشينا في واحد الوتيره ديال تطوير هذا التعليم الاولي. كان عندنا تقريبا واحد 5 ديال المؤسسات على المستوى الوطني، اليوم غنمشيو لبناء 18 مؤسسه، وبالتالي كان تكون واحد الاعانه ديال 2000 درهم سنويا لكل طفل يليج هذا التعليم الاولي، وهذه ايضا واحد المساعده اللي كنقدموا نساء ورجال التعليم. بالنسبه ايضا المواكبه ديال الاساتذه لاعتماد التكنولوجيا الحديثه، تم اعطاء الانطلاقه لبرنامج نافذه 2، وهذا نافذه 2 فيها واحد الدعم مالي ديال قيمه ديال 2000 درهم لكل استاذ باش يمكن له يستافد من اقتناء الحواسيب ديالو، وايضا واحد التخفيضه حتى 25% بالنسبه لربط الانترنت. كل هذه الخدمات مش انها باش أي نعترفوا بالمكانة النساء ورجال التعليم في المنظومة، وأيضا نواكبهم في هذا المسار المهني ديالهم، ونمنحوهم واحد الجودة في هذه الخدمات. وأحسن دليل وأحسن نموذج هو هذا المنتجع. اليوم الحمد لله نساء ورجال التعليم يمكن لهم يولجوا له بكل حرية ويتمتعوا في هذه الفضاءات الجميلة على غرار فضاءات أخرى على المستوى الوطني. اليوم هذا المشروع الرابع بعد مراكش وجديدة وإفران، إن شاء الله هذا هو المشروع الرابع غادي يتم الانطلاقة ديالو رسميا وفتحه يوم الاثنين 26 يوليو، وبالتالي نساء ورجال التعليم غيمكن لهم يستافدوا طيلة هذه العطلة الصيفية. الأمر الآخر اللي بغيت نأكد عليه بأن الولوج لهذه المراكز هو خاص ب 100% بنساء ورجال التعليم في الفترات ديال العطله البينيه وايضا في العطله الصيفيه. وهنا شفنا واحد العدد ديال الاحصائيات وتبين بان ما بين العطل تقريبا 98% اللي كيليجوا لهذه المؤسسات ولهذه المنتجعات هما نساء ورجال التعليم.